اهلا بيك في المركز التعليمي سوق.com. النهارده هنتكلم عن كيفيه تحسين تقييم العملاء ليك على سوق.com. تقييمك على سوق.com هو اول مؤشر عن رضا عملائك. كل ما بيعاتك ما بتزيد، كل ما عملاء اكتر بيقيموك، وده بيديك تاثير سلبي او ايجابي عن قرار شراء العملاء التانيين. علشان كده مهم جدا انك تحافظ على تقييم العملاء ليك. علشان تحسن مبيعاتك هنقولك شويه نصايح هتساعدك في انك تحافظ على تقييم عالي على سوق.com. النصيحه الاولى انك تبيع كل المنتجات المتوفره عندك في المخزون فقط. لازم طلب الشراء اللي بيجيلك يتم شحنه باسرع وقت ممكن. حاول في خلال 24 ساعه تكون شحنت المنتج المباع. علشان كمان كل ما الاوردر بيتاخر على العميل كل ما فرصه الارجاع او الالغاء بتزيد. لو المنتج خلصان من مخزونك لازم تعمل ايقاف مؤقت علشان ما تبيعش منتج مش متوفر عندك. علشان تعمل ايقاف مؤقت اضغط على العرض اللي عايز توقفه، علم عليه، اضغط على المزيد واختار ايقاف مؤقت. النصيحة الثانية، بيع منتجات اصلية بتتفق مع سياسة سوق.com. اتأكد من جودة المنتجات اللي انت بتجيبها من الموردين علشان ده ممكن يأثر بشكل مباشر على نسبة المرتجعات. بيع المنتجات الغير اصلية او تقليد او حتى هاي كوبي ممنوع منعا باتا على سوق.com. لازم تتأكد ان شرح المنتج واضح ومتناسب مع المنتج. لو الشرح مش واضح ومش مطابق للمنتج هيتمنع العرض من على سوق.com. لازم تتأكد ان سعر المنتج كويس اللي بيتعرض على سوق.com علشان ما تبيعش منتج بسعر مش مظبوط. النصيحة الثالثة، اشحن المنتج الصحيح. لازم تتأكد من جودة المنتج قبل ما تسلمه لشركة الشحن علشان تتفادى ان العميل يوصل له اي منتج فيه عيب. اتأكد ان اللون والمقاس مطابق للاوردر قبل ما تسلمه لشركة الشحن علشان تتفادى اي مرتجعات نتيجة شحن المنتج الغلط. خليك فاكر ان شحن المنتج الغلط هينتج عنه ارتجاع الاوردر من العميل، وفي الحالة دي هتتحمل انت نتيجة رجوع الاوردر. النصيحة الرابعة، استجيب بسرعة لشكاوي العملاء. لو عندك اي شكاوي او استفسارات من العملاء لازم يتم الرد عليها باسرع وقت ممكن وبطريقة ترضي العميل. حاول تحافظ على خدمة ما بعد البيع علشان تخلق ثقة بينك وبين العميل وتزود فرصة تكرار عملية الشراء. النصيحة الخامسة، تغليف المنتج بطريقة صحيحة. اتأكد من جودة المنتج ان مفيهوش اي ضرر او اتلافات قبل ما تسلمه لشركة الشحن. اتأكد ان المنتج تم تغليفه من كل الجوانب بفقاعات البابل عشان تحميه اثناء عملية الشحن. ومتابعة الخطوات دي هتحافظ على سمعتك وتقييم العملاء ليك على سوق.com، وده هيساعدك انك تكبر البيزنس بتاعك ومبيعاتك على سوق.com. بنتمنى النصايح دي تكون كانت مفيدة ليكم، وما تنسوش تتابعوا بقية فيديوهاتنا في المركز التعليمي اللي هتساعدك انك تكبر البيزنس بتاعك على سوق.com. بالتوفيق وبيع سعيد.